مرحبا. نوع من الأسماك بتعيش بالشعاب المرجانية بالمحيط الهادي والهندي وكمان الأطلسي، منقطة وجسدها بيشبه المكعب، لهيك اسمها سمكة الصندوق. بتتميز بلون الأصفر لما تكون صغيرة وبيتحول للرمادي لما يبدأ التقدم بالعمر. ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تميل درجات الحرارة ارتفاع بشكل طفيف لتصير حول معدلات أو أدنى بقليل، وعم يكون جو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد. أما ليلا عم يكون جو مائل للبرودة خاصة على المرتفعات الجبلية، وعم يحذر من تشكل ضباب ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح متقلبة لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تراوح بين 10 و15 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة عم تراوح بين 55 و90%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، وعم سجل درجة حرارة المي 18 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا، وعم تسجل العليا 18 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. بسويدا عم تسجل فيها العليا 16 درجة، أما بدرعا عم تراوح بين 7 و17 درجة والأجواء ماطرة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها العليا 16 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص وحما. بحمص عم تسجل العليا 16 درجة، أما بحما عم تسجل 18 درجة. بالمنطقة الساحلية بطرطوس عم تكون الأجواء ماطرة، باللاذقية عم تسجل فيها العليا 16 درجة، أما بلواء اسكندرون عم تراوح بين 11 و19 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم تسجل فيها العليا 17 درجة، أما بحلب عم تسجل الصغرى 5 درجات. رح ننتقل أخيرا على المنطقة الشرقية على الرقة، يلي عم تسجل فيها العليا 15 درجة، أما بالحسكة عم تتراوح الحرارة بين 9 و17 درجة والطقس ماطر. وأخيرا بدير الزور عم تسجل فيها العليا 18 درجة. أخبار طقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.